بارك الله فيك على النصيحة. وماذا بينا تكون استوعبت الكلام، ما تكون دائما متشبع بقانون المرور تاعنا. أنا الفوضى ما تتخلوش عليها، هي الوسيلة اللي تحمي السرعة. دائما أي حالة أي حاجة تخالف قانون المرور خويا هي الوسيلة اللي تحمي السرعة. دائما اي حاله اي حاجه تخالف القانون المرور خويا رانا نشوفوا فيك تكون السياقه تاع الدراجه الناريه تاعك. بالنسبه لنا المعاينه تاعنا راك محترم قانون المرور، تقدر تشاهد القانون. شكرا. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.